مين من اللعيبه العالميه اللي ممكن نشوفهم في الفتره القادمه في الدوري السعودي باستثناء طبعا كريستيانو اللي وصل وميسي اللي احتمال يجي؟ طبعا اولا سيرجيو راموس، يعني كان هناك حديث في الفتره الشتويه مع فريق النصر السعودي، علاقه حتى راموس وقيمته مع كريستيانو رونالدو هتسهل هذا الامر. بالنسبه ايضا للمدربين لويس انريكي قريب جدا من تدريب فريق الهلال، رامون دياس خساره دوري ابطال اسيا السبت الماضي امام اوراوا ريد دايموندز الياباني، ثم كان بعيد جدا عن مسابقه الدوري في المركز الرابع برصيد 49 نقطه فقط، فسيرحل رامون دياس بنهايه هذا الموسم. حتى الديربي يوم الثلاث سيقوده ابنه ايميليانو لوصوله للعاصمه الارجنتينيه لأحد الظروف العائلية. خوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة قريب جدا من التواجد في نادي الهلال، ومتوسط الميدان سيرجو بوسكيتس وكيل أعمال بوسكيتس من 3 أيام كان هناك في العاصمة السعودية الرياض للاتفاق على الانتقال لنادي الهلال مقابل 15 مليون يورو. الانتظار في نادي أهلي جدة، كان أهلي جدة لديه رغبة شديدة في التعاقد مع مودريتش، لكن تجديد مودريتش لعقده مع ريال مدريد الفترة القادمة ربما يبعده عن أسوار قلعة الكؤوس، فيما يفكر طبعا نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب دي ماريا. حسب تصريح وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن كل فريق من الأندية الأربعة الكبار لديه لاعب عالمي، لكن يبدو أن نادي الهلال ربما يكون هناك 3 لاعبين عالميين، خاصة أن الفريق بينافس بشكل كبير في المواسم الأخيرة في كأس العالم للأندية.